السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع برا مرة أخرى اللي هو دورة الألعاب الرياضية في عام 1989. كانت أول دورة كانت في المركز الرياضي قدام المركز الإسلامي في برمنغهام، وما كناش عارفين نعمل إيه. حضرنا سندوتشات عشان الناس تاكل، وحضرنا مكان جمعنا المسجد، يعني اتفقنا مع المسجد اللي هم قدام المركز الرياضي او علشان يسمح لنا نبيت الليله دي، وجبنا الصبحيه عيش علشان الناس تاكل الشباب، يعني الى اخره. مش عندنا اي خبره على الاطلاق ازاي هندير الدوره دي لاول مره في حياتنا، وكانت لمده يومين. طبعا كنت انا وشاب كان اسمه ظهور، كان شغال معايا. ظهور لم ينم الليله الا على كرسي، واخد بالك؟ كان شاب صغير لكن كان نابه جيد. فضل قاعد طول الليل على الكرسي في مدخل المسجد، منه بيستقبل الشباب ومنه ان هو بيحرس المسجد عشان ما حدش يخش قاعه الصلاه ما نعرفوش. أنا دخلت أنا وبعض المنظمين للدورة الرياضية الأولى دي، ونسينا نجيب معانا اللي هو الأوعية والأغطية وكل الأشياء بتاعت النوم، وما فيش في المسجد أي شيء نتغطى بيه. وكان الكلام ده في أكتوبر، يعني آخر أكتوبر، أنا فاكر كده 29 أو 28 أكتوبر عام 1989. والدنيا كانت برد، بس مش زي برد بتاع الشتاء، يعني مؤلمة. فعشان ننام ايه، بصينا على السجاد بتاع المسجد اللي هو بيعتبر زي السجاجيد اللي في بيوتنا، قمنا رافعين السجادة ودخلنا تحت السجادة، نمنا على الكونكريت اللي هو الأسمنت وتغطينا بالسجادة. وكانت ليلة جميلة أو ساعات جميلة شعرنا فيها بالمسؤولية. هنا الرسالة هنا للشباب، العملية مش عملية أوتيل وغرفة وراحة، العملية عملية إنجاز وهدف ورؤية ممكن أن نضعهم على الطاولة. من أجل تحقيقهم بنضحي بكتير جدا جدا من الكماليات اللي احنا تعودنا عليها في حياتنا. دي رسالة للشباب، ان ما يقولش ان انا مش حاجة عشان ما فيش اكل، مش حاجة عشان ما فيش شرب، مش حاجة عشان ما فيش غرفة لي انا لوحدي وانا قاعد مع شباب تانيين في غرفة كلهم. لا، احنا هنيجي لان عندنا هدف محدد، رؤية محددة وقيمة عالية، وبنحاول نحققها في العمل اللي احنا بنقوم به. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.